اليوم في عندنا خطة وطنية للأزمات وفي خطة وطنية للكوارث ومقسمة مستوياتها وأعدها مركز إدارة الأزمات. السؤال بدنا نعرف كل جهة شو عملت. أنا بتهيألي ولا جهة عملت دور. تشتي ساعة الغور بغرق كله، 500 دار فايت عليها المي، شو عالجنا؟ احنا في مدينة عمان بنعد خطة التغير المناخي، يعني الدرافت صار موجود، رح تطلق يمكن بشهر 4. عملنا الخطة ومكتوبة وقلنا كل دور واحد شو بده، كيف التدريب والتأهيل؟ طوال درجات الحرارة انخفاضة غدا للخميس، أجواء راح تكون باردة جدا غائمة مع تساقط الأمطار، راح تكون هذه الأمطار غزيرة خاصة مع ساعات الفجر والصباح يوم غد الخميس، تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. نزل في الجارة، أعلننا حالة الطوارئ القصوى، نحن جاهزين. جاهزين لإيش؟ أنا نفسي أفهم جاهزين لإيش بس. ضريبة؟ عايش ندفع ضريبة؟ منهم مش فاتحينه. كنا عطلين، هيك بدنا نروح نوقف مع العطلين ونروح التجار، إحنا بدنا نروح نوقف مع العطلين ونصير نتضار مع العطلين. مسكنا من الفساد ومن الفاسدين، الله يتغم منكم. الله يجملها بالستر يا حبيب محمد، الله يجملها بالستر، الله يجملها بالستر. خلينا نحكيها بصراحة، نيجي تغرق بعرجان تسوية، منودي ماتورات، ماتورات مش شغالة أو العمال بعرفوش شغلوها. وين الخطة؟ خطة مش آليات، الخطة في إشي مدرب ومؤهل إنه ينفذ العمل المطلوب منه. موجود؟ لا، بنسبة 60-70% مش موجود، موجود على الورق.